نعود نقول الحديث على القبة على الرابطة أيضا. علي بن شيخ أمس أبهرنا هدف جميل لرياض محرز، شاهدنا المباراة مع بعض، ما رأيك في هذا الهدف؟ هل أعجبت بالطريقة التي سجلت أم أعجبت بالأداء؟ ولا بصفة عامة كيف شفت البيت تاع رياض محرز أمس؟ نعم البيت سيت ان بو بيت ايتون دوني كو دابيتود ما نحبش نشوفو يلعب دون مانيير لي يعطيو له يرجع اللور يعطيو له يمد له. هذاك اللعب انا ما نحبوش. واش كنت نقول هنا في هذا البلاطو؟ نحب ان اتاكون يفو كي بينات يفو كي بروفوك يفو كي كيما يديروا كاع على ستيرلينغ يديرها كاع يديروها. بارح سكيلا في مع الاول كان يرجع اللور وكذايا، وكنت نقول لك بلي هكذا سي با سا مي بانش. من بعد لا يو لا بريزونس ديسبري وين خدا البالون وبينيترا اونتر دو جوار وحطها له في لاكورس وحطها له، سيتي ان بو بيت. هكذا اللي نحب نشوفه يلعب ماشي تحكم ورجع له. ترى بان رياض محرز بعد كاس افريقيا اصبح لاعب اخر مقارنه بالموسم الماضي وين كان عنده ديزاباريسيون ان بو؟ نو سكي سير كي سوا هو ولا لي زوتر جوار، مي بيسكاك تهضر لي عليه لا كوب دافريك هادية كاع لي جوار هو اون بارتيكولي زون بري كونفيونس الثقة. لاعب كي يكون عنده ياخذ الثقة ويدخل للتيري ولي يدخل اليز ما عنده ما من يخاف. وهادية جاتو هادي لا كونفيونس ميم سور لو بلون فيزيك سير لو بلون فيزيك احسن ولا احسن ولا يدافع ولا ياتاكي ولا كذا. تحس الجوار بلي لا ايفوليو فيزيكمون و ميم سير لو بلون كونفيونس. دونك سا سي بون شون. نتمنى له ان شاء الله يعود يدير بلوس دو بينيتراسيون هكذا وين يصير انكور بلي دونجوري بور ماركي ميم بلوس دو. هذا ما نتمناه.